أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تعليق الآيات والأذكار على الجدران على أنها زينة؟ وإن كان لا يجوز فماذا نفعل بما لدينا منها معلقا على الجدران؟ مسألة التعاليق هذه كثرت وصار الناس يتباهون فيها، لكنهم يقولون إن قصدنا التذكير وأن الإنسان يتذكر كذا يقولون، وأفتاهم بعض العلماء بجواز ذلك بناء على هذا القصد، والله أعلم بالمقاصد. ولكن الذي أراه أنا على صفة العموم أنه لا يجوز تعليق الآيات ولا تعليق الأحاديث، لأنها تعرض للامتهان، ولأن هذا الشيء لم يفعله السلف، فكانوا يعلقون القرآن على الجدران والأحاديث على الجدران، ونحن نعمل شيء لم يعمله السلف الصالح، هذا يعتبر من الخطأ ومن مخالفة هدي السلف الصالح، مع احترام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الابتذال والتعريض للامتهان. وليس التذكير بهذه الطريقة، التذكير ما فسر السلف التذكير بأنه وضع الآيات على الجدران، وإنما فسروه بقراءة القرآن وتفسيره للناس ووعظهم وإرشادهم. نعم.